يصير عنده ابتلاءات بسبب ماذا أحيانا؟ بسبب قلة الخير الذي يفعله، لا يتصدق مثلا. الصدقات، كثير من الناس بغفل عن الصدقة، ما بتصدق بالمرة، وإذا أجى بده يتصدق بتلاقيه إيش؟ بتلاقيه بتراجع مرات، يقول لك لا أنا أولى فيها، خلينا نجيب فيها ربطة خبز، شو نص ليرة، لا ما خليها إلي. بس لما بده يروح يوكل بالبلد يشرب كاسة كوكتيل بحط ليرتين، صح؟ على نفسه بدفع، بس لله تعالى مش مستعد يحط 5 دنانير. ليش؟ لأنه القلب مش مراقب، ما راقبوا قلوبه، فبحط مصاري على هوى النفس، بحط قد ما بدك يضع المال. أما عندما يريد أن يدفع لله ما بتذكر حديث ما نقص مال من صدقة، ما بتذكر حديث صدقة السر تقي مصارع السوء، ما بتذكر حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أن تذبح شاة وتوزعها للفقراء، فقال لها ماذا أبقيت؟ قالت ذهب كله يا رسول الله، ولم يبق إلا الكتف، لأن الرسول كان يحب الكتف. قال لها بل قولي بقي كله ولم يذهب إلا الكتف، يعني الذي يتصدق به يبقى، أما اللي إحنا بنأكله يذهب، لا يبقى، لا يبقى لنا ثوابه، اللي إحنا بنتصدق فيه هو الذي يبقى. والله تعالى يقول وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. والله تعالى قال لينفق ذو سعة من سعته، لينفق، شوف هاي أمر، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يعني هذا وعد من الله، إذا بيجيك وعد من الله في كلام أوثق من كلام الله؟ الله قال ومن أصدق من الله قيلا، إذن فيش كلام أصدق من كلام الله. لما ربنا قال سيجعل الله بعد عسر يسرا، إذن هاي إيش؟ هاي طريق الفرج. إذا أنت مضيق عليك وفقير بس معك شوية فراطة، اتصدق مما أتاك الله وستراه، راح تلاقي البركات كيف نزلت عليك، وهي مجربه.